قصة كل طفل هي شهادة على هاي حرب الإبادة. استهداف الأطفال هو جزء من حرب الإبادة لأنه الأطفال يمثلوا المستقبل. آدم كان مع جميع أفراد عائلته وعمامه، كان في الوقت الإصابة الأخيرة كان في بيت دار سيد وأهل أمه، وصارت الإصابة، فقد أبوه، فقد أخته، فقد عمته، فقد سته، فقد أولاد خاله، وجميع الأقرباء اللي كانوا معه في البيت كانوا مصابين، وبدت معاناة آدم. نصف 75,000 جريح بغزة هم من الأطفال. هذا العدد يفوق القدرة الاستيعابية لقطاع صحي الآن تم تدميره تدمير شبه تام. عم نشتغل مع متطوعين متخصصين لتقديم التعليم منهج الروضة الأولى لآدم. بكل اتصال نحن مع أمه لآدم بتشدد علينا إنه ما تروح عليه السنة الدراسية. راجعين على غزة؟ إن شاء الله راجعين على غزة وحنعمرها أحسن من الأول، وإن شاء الله هترجع.